السلام عليكم. كنشكر جميع الصحفيين ديال المحمدية اللي جاو ساندونا في هذه الندوة الصحفية اللي على المشروع الجديد اللي درناه في المحمدية، اللي هو فيستا ماروك بالعربية حفلة مغربية. بالنسبة لهذا المشروع هذا لأول مرة في المغرب درناه، لأن عندنا نقص في المحمدية. أولا عندنا نقص في الفن وفي الثقافة، وحنا حاولنا كشباب كعناصر كيهمها هذا الامر هذا وعندهم تخصص في هذا الميدان هذا، بالنسبه للميدان الفني والميدان الثقافي. وابتكرنا هذه الفكره هذه اللي كانت عندنا من شحال هذا، وابتكرناها باش نديروها للجمهور ديالنا الحبيب، ونديروها حتى للساكنه ديالنا، ونديروها حتى للعائلات ديالنا. لان كاين واحد المشكل عندنا في المغرب بصفه عامه، لان كتلقى عائلات كاملين وكيبغيو يتفرجوا في الاستار، يتفرجوا في الفنانين اللي عزيزين عليهم، وكما كيلقاوش هاد الفرصه. علاش؟ لان مثلا كاع لي ستار كي مثلا كيكونوا خدامين في المهرجانات، ولا كيخدموا في الليالي في ملاهي ليليه. اذا مثلا اي واحد عنده ابنه ديالو ولا ابن ديالو ولا الزوجه ديالو، باش غيديها لملهى ليلي وغيكون فيه شي حوايج اللي ماشي غنقولوا ناقصين، غيكونوا شي حوايج اللي ما غاديش يبغي يشوفهم ولادو. حنا درنا هذه الفكره هذه عائليه. هذا المشروع هذا هو عباره عن حفل موسيقي على شكل امسيه فنيه تستهدف العائلات والشباب، ذلك من اجل الترفيه عن النفس والخروج من الروتين العمل. دابا السيمانه كامله كنلقاو الناس كيكونوا خدامين، السبت والحد ما كيلقاوش فين يخرجوا في المحمديه. سي نورمال غادي يمشيو للحديقه، غادي يمشيو لشي بلاصه اللي عاديه، غادي يجيو عاوتاني نهار اثنين كيصبحوا في الخدمه، ما كيلقاوش شي حاجه ثقافيه. الناس كيهضروا معاك يقول لك علاش ما ديروش لنا شي سهرات. حنا فكرنا كشباب اللي معايا بزاف ديال الاطر في المحمديه اللي عندهم طموح باش ينضلوا في هذا في الفكره هذه، ويعطوا واحد الاكل كبير ان شاء الله في المغرب، ماشي بصفه عامه. وان شاء الله هذه الفكره هذه غتقدر تبرمج في جميع المدن المغربيه ان شاء الله، الى كان النجاح ديالها كبير. بالنسبه لهاد الاطر اللي كنقول لهم انا كنحييهم كاملين، وكنحيي الصحافه ديال المحمديه كامله، لان علاش؟ حتى هي عجب الفكره، وتا هما ناضوا ساهموا معنا وتجاوبوا معنا في الفكره. وتا بالنسبه للفنانين الحمد لله طرحنا عليهم الفكره من قبل وعجباتهم، ودابا حاليا ملي شافوا الفكره بان اندمجت وبدات كتروج في المواقع الالكترونيه وبالنسبه لهاد الاشارات وهذه، بداو كيتصلوا قال لك حنا ان شاء الله حنا معاكم في هذه الفكره هذه، وعلاش لا ما تكونش فهمتي مسيره طويله ان شاء الله نخدموا بها في العام كامل. وهذه الفكره هذه لقات تجاوب مع ماشي غير مع الفنانين، لقات تجاوب حتى مع الفئه الصغرى ديال بالنسبه للساكنه وبالنسبه للنساء الكبار، بالنسبه للناس اللي بغاو فهمتي بغاوها قديمه، ماشي غير نديروها غير دابا. لان هذا حنا باش كنطلبوا بان ان شاء الله في الامسيه تكون عندنا الجمهور اللي غادي يجي يحاول يساندنا بواحد القضيه، يساندنا حنا بغير بالانضباط ديالو. وان شاء الله راه حنا غنجي كل شهر غادي نديروا امسيه، وغادي نجيبوا كاع لي ستار اللي كيتمناوهم هما يشوفوهم مثلا مباشره معاهم، غادي نجيبوهم حتى عندهم في مدينه المحمديه. ومن هذه القضيه هذه، لان حتى السلطات المحليه ساعدتنا مزيان بزاف في المحمديه، منهم الناس ديال المجلس، الناس ديال العماله، الناس اللي معنيين بالامر ديال الجماعات ديالنا، راهم ساعدونا وعطونا فرصه هذه ما كتعوضش. الناس ديال المسرح حتى هما الحمد لله لقينا معاهم واحد التجاوب كبير، اللي عطونا المحل ديال المسرح وقالوا لنا فهمتي مازال ما لقيناش شي مشاكل اللي غادي تحبس لنا هذا المشروع هذا باش نديروه في اطار ثقافي في المحمديه. وبالنسبه لهذا الجمهور كنا كما قلت لكم اللي غادي يجي ان شاء الله سميتو، نبغيو يكون غير انضباط وتكون عدم مشاغبه، لان علاش؟ لان الا كانت مشاغبه وداك الشيء ما غاديش نقدروا نزيدوا حنا في هذا المشروع هذا. وبالنسبه للستار اللي كاين دابا عندنا لي ستار بزاف، غير الحمد لله كاين واحد المشكل اللي انا ما قدرتش نطرق ليه لان صعيب عليا، لان اول فكره باش غننجحها خصنا نجيبوا لي ستار يكونوا معروفين بالسوق. وكنا بغينا نجيبوا ولاد المحمديه نديروا نص كو نص كو، ولكن سي دوماج، لانني انا المشرف على اداره البرنامج، حاولت بانني انا عندي فرقه موسيقيه اللي سميتها نجوم زريقه، بانني نكون من ضمن هاد الفرق اللي غادي يكونوا، بانني ولد المحمديه. وزدنا معنا واحد الكوميدي اللي معروف في الساحه الفنيه في التلفازه وفي الشاشه المغربيه،
اللي هو خالد الزبيل، زدنا اذا حنا جوج عناصر كاينين من المحمديه، العناصر الاخرى كلها برانيه، ولكن اخرى عناصر كلها تقريبا ستار، لي ستار كاملين. المره الجايه انا كنت باغي ندير واحد الفكره بانني ندم نديرو كل خطره نزيدو معنا جوج ديال العناصر مثلا ثلاثه في لافيش، ولكن غيكونوا عناصر اخرين هاد المحمديه اللي ما غاديش يكونوا في لافيش، اللي غادا تكون معلقه في الحائط والمسائل. بالنسبه لهاد الموضوع هذا كنطرق لينا عشان انا ود محمدي وضرت في بزاف ديال المهرجانات دازو بمحمدي وما دزتش فيهم ونفاعلت بزاف ديال الحوايج. انا كيضرني علاش؟ لان انا من المال ديالنا ومن المال الخاص هاد الفلوس اللي كدوز في المهرجانات وما كندوزوش حنا فيهم، من حقنا نهضروا عليهم. انا هضرت عليه ومازال كنهضر عليه. اي مهرجان غيدير في محمديه ما تعطانيش فرصه بانه من المال ديالنا ديال الدوله غادي ضروري غادي ندوي. اذا هاد الفكره هادي بغينا نطبقوها حنا كشباب وكموسيقيين وكفنانين، نطبقوها على روسنا باش ما نبقوش نتسناو حتى يجي مهرجان عاد نخدموا حنا في هذا المهرجان. انا فكرت واحد الفكره بان هذا البروجي هذا درته شخصيا ومعايا اوتور اللي كاين هنايا، هما معايا الاستاذ البوكيلي والاستاذ كريم اللي معروفين على الساحه الفنيه وعلى الساحه اللي سميتو، ومعنا الاخ ديالنا الكبير عرباز، ومعنا ربيع اللي مساندنا بزاف كاع ربيع، ومعنا الدري بزاف ديال الاوتور ما ذكرش الاسماء ديالهم لان اللائحه طويله. وما علينا، عندي واحد الفكره بغيت نطرق لها من بعد ان شاء الله. من بعد هاد الامسيه هذه غادي تدوز، غادي نصايبوا واحد الامسيه بالنسبه لاولاد المحمديه كاملين، كاع الفرق ديال ولاد المحمديه غادي يجيو يخدموا. ولكن واحد القضيه كاينه، ملي كنقولوا مثلا غنعيطوا للفرق ديال ولاد المحمديه كيجيونا بزاف ديال الفرق، وانا كنعرف جميع الفرق اللي كاينين في المحمديه، ما غاديش نقول لكم شكون هما لان كلشي عارفين. مثلا كيكون واحد كيضرب الدربوكه كيجي يقول لك انا مغني، كيدير التصويره ديالو كيصايبها عند لابو كيجي يقول لك انا مغني، كتكون تعرفوا. ما غاديش نكون نطرقوا لهذا الشيء. انا غنديروا كاستينغ بيناتنا حنا كاملين ولاد المحمديه، انا منهم غادي نكون انا اول واحد غندير معاهم كاستينغ. غنديروا كاستينغ في قاعه العروض ديالنا، وغادي يكونوا معنا الصحفيين، وغتكون لجنه منظمه، اللجنه المنظمه هي جميع الجمعيات ديال المحمديه، غادي يديروا معنا واحد الشراكه باش غيكونوا هما الجمهور اللي غادي يصوتوا على هاد الفرق المحليه. وهاد الفرق المحليه ملي غنديروا كاستينغ غادي نعزلوا بالتنقيط، غنعزلوا الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، سته الفرق هادي بالنسبه للناس ديال الشعبي. بالنسبه للناس ديال الطرب ما يمكنش غادي نجيبوا حنا كل واحد غادي يجيب فرقه ديالو كبيره مثلا وغادي يجي يقول لك انا غادي نغني الطرب. كاينه فرقه عندنا مزيانه ممتازه في المحمديه برئاسه الاخ ديالنا امين اللي كنشكروه من هذا المنبر هذا، غادي نجيبوا الناس ديال الطرب غنعزلوا تما منهم سته وغادي نصايبوا امسيه. ولكن واحد القضيه، راه ماشي غادي يجي واحد يجيب لي مثلا فرقه دابا يطلعوا منها مثلا مع سته العناصر وعاود يطلعوا مع واحد اخر، راه عندك فرقه ديالك غادي تجيب معاك الفرقه ديالك مصوره معاك والتصاور ديالهم وداك الشيء، ولكن لا طلع مع هذا السيد ما عاودش يطلع مع الاخر باش نديروا لجنه ديالنا بيناتنا. هذه ما غنهضروش دابا، حنا غنبقاو نهضروا لا حنا اش ما كنطلعوش هذا الشيء، علاش ما كنطلعوش؟ حيت ما كننظموش روسنا. حنا غننظموا روسنا باش نبقاو نطلعوا في مهرجانات ونقادوا روسنا، حتى الصحافه غتعود عارفه شكون هما الفرق اللي مزيانين في المحمديه، حتى الناس مثلا اللي كيديروا حفلات كبار فاخره كيعودوا عندنا راه بان عندنا فرق موسيقيه كبار وممتازه اللي كتنقط وعندها كدير امسيات. بالنسبه لهذه الامسيه هذه غادي نجيو لهم، اللي غنديروا هاد ستة العناصر غادي نجمعوا غادي نديروا غنكريو لاصال اللي غنديروا فيها حفله، وغنديروا واحد التيكيت رمزيه باش غنعاونوا روسنا لان غنكريو ماتريال غنديروا سيكوريتي غنديروا بزاف ديال الاشارات وهذه، وغنصايبوا حفلات غنديروها مثلا من شهر شهر نديروا ولا من شهرين شهرين نديروها عندنا في المحمديه غنعرضوا على الناس ديال المحمديه. من هذا المنبر هذا غنبداو نجدوا عاوتاني روسنا، وكل عام غنبقاو نديروا هذاك الكاستينغ. علاش؟ لان كل عام مثلا كاين فرقه اللي كتكون دابا هذا العام، العام الجاي ما كتبقاش ديك الفرقه كتفرتك. اذا العام الجاي اللي عنده الفرقه ديالو ممتازه ولا تزاد عاوتاني تطور نزيدوا حنا. وفي نفس الوقت عندنا مثلا ملي كيبغي كيدير المهرجان ديال المحمديه عندنا حق ديك الساعه كنفرضوا دوك العناصر دوك الفرق الموسيقيه اللي عندنا كنفرضوهم مثلا على المهرجان، كندو لهم الدوسي ديالنا كنقول لهم عندنا هاد سته الفرق راه بغيناكم تعزلوا منهم على الاقل واخا جوج جوج يطلعوا كل طلعه مثلا. اذا حنا ولات عندنا فرصه كبيره بلا ما نبقاو نطلبوا شي واحد وبلا ما نبقاو نفاعلوا ونبقاو نغوتوا، حيت هذا الشيء اللي قالوا لنا هما قال لك بان حنا ما كنعرفوش الفرق اللي كتشتغل عندنا في المحمديه. هذا من هذا المنبر هذا، هذه رساله كنرسلها لجميع الاولاد المحمديه اللي كيضربوا من النفس على مدينه المحمديه. وبالنسبه لهذا المشروع هذا ان شاء الله حنا بغينا جميع الاطر وجميع الجمعويين وجميع الناس النشطاء في هذه المحمديه هذه يساعدوا هذا البرنامج هذا، لان هذا البرنامج هذا ما درناش حنا باش نربحوا منه الفلوس ولا درناه حنا باش نتشهروا به ولا شي حاجه، حنا درناه باش بان تعود عندنا المحمديه
عندها واحد الهدف، ولان الهدف ديالها اول حاجه هي نعرفوا بمدينه المحمديه. ملي كنمشيو شي مدينه اخرى مثلا ولا كنمشيو شي دوله اخرى كتقول لي انا ولد المحمدي، كيقول لك انا ما كنعرفش المحمدي، كيعرف الدار البيضاء، كيعرف فاس، كيعرف طنجه، كيعرف مراكش، كيعرف اكادير، مفروغ منها، لان المحمديه عندنا ما معروفاش، لان ما عندهاش واحد المجال الثقافي كبير. وعندنا اكبر مسرح في افريقيا اللي هو مسرح عبد الرحيم بوعبيد. مسرح عبد الرحيم بوعبيد الا مشيتي مثلا غير الرباط ولا شي حاجه كتقول ما عندنا في المسرح في المحمديه ما كيتيقوش، كيقول لك ما عندكمش مسرح. اذا هذا المسرح هذا حنا بغينا نشتغلوا عليه، وبغينا نبينوه للناس باننا حنا عندنا قدرات باننا نشتغلوا في هذا المسرح هذا، وهذاك المسرح يعود خدام اجور ديما، كل شهر مثلا يعود عنده واحد سهره ولا جوج سهرات في هنا في المحمديه. ونتمنى من هذا المنبر هذا جميع الساكنه مدينه المحمديه ان شاء الله يساندونا في هذا البرنامج هذا، وتكون عندنا واحد النتيجه كبيره. ورا مازال غنوافيكم ان شاء الله بمستجدات كبيره ان شاء الله، ومستجدات جديده، وغيكون عندنا لي ستار كبار ان شاء الله اللي في التلفازه معروفين، ونكون ان شاء الله